أخبار اليوم. خلفية تاريخية سريعة عن ميناء دمياط. الحقيقة ميناء دمياط ميناء من الموانئ القديمة جدا، ترجع أهميته من عصر الفراعنة بحكم التولي الملكة حتشبسوت لحكم مصر. كان طريق التجارة العالمي بيمر عن طريق ميناء برنيس في البحر الأحمر، ثم وادي فيمال، ثم المجرى الملاحي نهر النيل، ثم فرع دمياط، ثم إلى ميناء دمياط للوصل مع جنوب أوروبا وتركيا. في عصر محمد علي تحديد 1805 عبر حفر قناة السويس، كان ميناء دمياط هو من أحد أهم الصخور، وطبعاً ما كانش فيه ميناء بورسعيد، كان دمياط والعريش والإسكندرية في ذلك الوقت، وكان بيتميز ببناء وحدات الأسطول البحري والتجاري. نشأت فكرة المشروع أصلاً لحفر الميناء في العصر الحديث مليون جنيه. شركة دمياط للحوالي تابعة لوزارة الاستثمار 400 مليون. الشركة العامة للصناعة والتخزين وزارة التموين حققت 15 مليون جنيه بإجمالي 3.7 مليار جنيه. المعدل اليومي للحركة السفن المتوسط بتاعها 20 سفينة في اليوم، الشاحنات 1650 شاحنة، القطارات 2 قطر من 1 ل 2 قطر، البرجات طبعا كانت صفر من النهري، ولكن في الجوله التفقديه ان شاء الله بنتم احنا نجحنا خلال الاسبوع اللي فات ان احنا ندخل مد الروسي فلات، البحر بتاعها فلات، الغطس بتاعها 3 متر. كانت توجيهات معالي الوزير ان ما ينفعش نسيب من النهري بالمنظر ده، والمشرفين بتوعنا واداره الحركه نجحت انها تدخل مد الروسي دي شايله حمص، وحضرتك هتشوفها بنفسك في المينا النهري. حاجه من ريحته.